إذن نحن توا في لو غران سالون. لو غران سالون هو أهم قاعة، أهم سالون في القصر كله، وأكبر سالون، السالون الكبير اللي فيه برشة تحف وأكبر عدد ممكن من التحف والقطاع الأثرية الثمينة. مثلا نبدأ من هنا من الخزف الفاخر هذايا، معناها كما تشوفوا مجموعة من الهدايا هذوما حسب ما نعرف الهدايا نتاع سهاء عرفات للعائلة نتاع الرئيس السابق، وهذوما قطع ثمينة جدا وغالية. باش نعطيكم فكرة على القيمة نتاع القطع هذوما، فما قطعة كما هذية صغيرة ب 40 ميلورو، ثمن نتاعها 40 ميلورو يعني 80 مليون تقريبا بفلوس تونس. كما تشوفوا باش تعرفوا جوست قيمة التحف اللي موجودة لهنا واللي مليان بها القصر هذايا. كما تشوفوا حاجات غالية برشا. نمشيو على اليسار. على اليسار تشوفوا في التحف طبعا رئيس السابق مغروم برشا بجمع التحف من الصين، من جميع بلدان العالم، ولكن خاصة القطاع هذية اللي تشوفوها اللي هي ذهبية، فيها ذهب وذهب يعني ذهب، مش هذه هدايا من ملوك الخليج، من ملوك الخليج وأمراء الخليج، حاجات غالية برشا. وكما تشوفوا مظاهر الفخامة والأبهة الموجودة في القطاع الأثري. قطاع الأثري الكاميرا وحدها تحكي لكم، فما قطاع فريمون أثرية من قصور البيات، من قصر البارون ديرلانجي، كما الساعة هذه ساعة غالية برشا ومن عهد البيات زاد هذه، أو من العهد العثماني تقريبا، وهي قطعة أثرية ثمينة وغالية برشا لا تقدر بثمن. هوني نشوف أو كوليكسيون نتاع سبح، سبح من جميع أنحاء العالم، اللي يشوف يقول معناها يسبحوا ليل ونهار، هي للزينة طبعا في الصالون هذايا. وباش نوريكم قطعة أو حاجة غالية برشا برشا وعندها قيمة كبيرة، اللي هي البيانو. البيانو هذايا كما تشوفوا لجنة المصادرة ولجنة التصرف اللي بالمناسبة قائمة بدور كبير برشا للحفاظ على التحف وترقيمها وجمعها والحفاظ عليها في مكانها. البيانو هذا يعني بيانو نادر من القطع النادرة، تقريبا القيمة نتاعو حسب الخبراء اللي جاوا لهنا وقدروا الثمن التقريبي للتحف، القيمة نتاعو 200 ألف أورو، يعني هذا تقدير الخبير، يعني نجم يكون أغلى من 200 ألف أورو، يعني حوالي 400 مليون ثمن البيانو هذايا اللي موجود في بيت الصالة. شوفوا بقية التحف، الجزء آخر من الجناح نتاع حليمة ابنة الرئيس السابق زين عبدين بن علي، جناح الخاص طبعا. مش نخلي الكاميرا تحكي لكم، فماش تعليق مهمة، خليكم تشوفوا الجناح، غرفة النوم. إذن ذا جزء آخر من الجناح نتاع حليمة ابنة الرئيس السابق، الكوجينة، المطبخ كما تشوفوا مطبخ متميز فخم، فيه ديتوش نتاع ديتوش شبابية، يعني لمسات شبابية. ونخلي الكاميرا تحكي لكم الباقي باش تكتشفوا بقية قصر سيدي الظريف مع بعضنا. إذن جناح حليمة، حليمة هي بنت الرئيس السابق، بنته الصغيرة.
طبعا هذا جناح خاص مستقل شوية على المنزل القصر الرئيسي نتاع الرئيس السابق والعائلة نتاعو، جناح فخم مهيأ باش تكمل تعيش فيه وتعرس فيه. كيما نشوفوا دخلنا توا للصالة الرئيسية، الصالة الكبيرة نتاع الجناح نتاع حليمة. اونتر بارونتيز باش نعطيكم فكرة حسب المعلومات اللي عرفتها من خلال الناس اللي كانوا يخدموا لهنا ومصادر أخرى، أنه حليمة وهذا واقع وكلمة حق، برشا عباد لهنا يحبوها من الناس اللي يخدموا لهنا والخدامة، هذا لاحظت وديجا بهتني شوية، يحبوها برشا ويعتبروها من ألطف أفراد العائلة على عكس أمها وعلى عكس بعض أفراد العائلة الأخرين. هي الأكثر لطف والأكثر تواضع مع العمال الموجودين لهنا، والأكثر معناها تفهم وتعامل، يعني تعامل لطيف معهم. إذا هذا الصالون نتاعها، وغادي فما إكرون تاع بروجيكتور معناها تاع بروجيكسيون تاع افلام وسينما وكل شيء، صاله تاع بروجيكسيون تنجم تولي والناس تتفرج من هنا. وهذه الصاله ما عندي ما نعلق، الكاميرا تحكي لكم جوست باش تعرفوا تفاصيل قصر سيدي الظريف بدقه، وجوست باش تعرفوا جزء من التاريخ وكيفاش كان كواليس النظام السابق، كيفاش كانت وشنو هي محتواها ومستواها. دونك لهنا زاد فما حاجه ما لازمش ننساها، لهنا ثم الجناح هذايا اهميته مش في الاثاث وانه نتاع حليمه وانه الحاجات الخاصه، ولكن زاد الجناح هذايا صارت فيه حاجات مهمه ياسر في تاريخ البلاد، التاريخ الجديد، هو انه لو 13 جانفي الترابلسيه باتوا لهنا، بيتتهم ليلى لهنا وجابوا لهم جريري لهنا، وبيتوهم في الجناح هذايا نتاع حليمه كلهم، اخوات ليلى واخوتها الأغلبية نجم نقولوا عدد كبير منهم بيت لهنا لو 13 جانفي. والوقائع الحقيقية وحسب مصادر حسب شهود عيان يعني هما بيتوا لهنا، وقاموا الصباح عادي جدا يتبعوا في الأحداث، قاموا الصباح باش طلبوا الماكلة وكل واحد شنو طلب، كريب جاتو، يعني ما توقعوش اللي صار لو 14 جانفي. ليلى قامت ال 11 نتاع الصباح، يعني اللي يقوم ال 11 نتاع الصباح ما يتسماش متقلق والا منزعج والا مشغول برشا، قامت ال 11 نتاع الصباح، في حين انه الرئيس السابق طلب من احد الفنيين لهنا، طلب منه باش يركبوا له تلافز ليزيكرون، في ديما ليزيكرون يتبعوا، يركبوا له ليزيكرون في قصر اوتيك، لانه باش يعديوا الويكاند هذيك بعد لو 14 جانفي في اوتيك مبرمجين، مشاو الفنيين والعمال باش يركبوا غادي لي زيكرون في قصر اوتيك، وباش يحضروا القصر باش يعدي فيه الرئيس السابق الويكاند نتاعو، يعني لو 14 جانفي صباح الدنيا داخله بعضها، فوضى كبيره في البلاد، شهداء، امن مازال يضرب في العباد، كرتوش، كل شيء، ومع ذلك الرئيس السابق يخمم في الويكاند نتاعو بعد لو 14 جانفي في اوتيك، اللي هي ما تمتش طبعا، وما كانش يتصور انه باش يسافر وما يرجعش، ولكن مع 11 ونص نتاع الصباح او ما نعرفش الوقت ماهوش دقيق، يجيب الحسن الطرابلسي للقصر ويبداو يكتشفوا اللي منازل الطرابلسيه بدات تتحرق وتتغير المشاعر والعواطف والانفعالات، ويحسوا بخطوره الموقف، وقتها يتقرر بشويه بشويه الرحيل، ودخلوا في